شارك وزير التنمية المحلية محمود شعراء في الاجتماع التشاوري الوطني رفيع المستوى الذي عقدته وزارة التعاون الدولي لمناقشة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وذلك في إطار خارطة الطريق من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027. وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود وزارة التعاون الدولي في إعداد الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة مع الأمم المتحدة، والحرص على خروجه بالصورة المثلى التي تتضمن كافة الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها في ورش العمل الفنية والمشاورات الوطنية الموسعة من جانب الوزارات المعنية، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة المختلفة.